السؤال عندنا النهاردة بيقول: دكتور، أنا نصاب بيبقى عندي قوي لكن لما بنام على ظهري بيضعف. الحقيقة دي من ضمن أعراض التسريب الوريدي في مراحل معينة. وزي ما احنا شرحنا قبل كده ان التسريب الوريدي ده مرض بيمر بمراحل، هو مش بيجي مرة واحدة، هو بيبقى درجات بسيطة في الأول وبيتطور مع الوقت. وكتير من الرجال عندهم درجات بسيطة من التسريب الوريدي بس هو فاكر ان ده شيء طبيعي. طب ايه المراحل اللي بيمر بيها التسريب الوريدي؟ اول مرحله ان المريض يقول لك انا وانا بجامع العضو بيرتخي سنه وبعد كده ينتصب تاني ويكمل العلاقه، وناس كتير عايشه بالمرحله دي وفاكر ان ده شيء طبيعي. بعد شويه يقول لك لا، انا العضو بيرتخي بس ما بينتصبش تاني، بس ده ما بيحصلش في كل الايام ومش في كل الاوضاع، فلاقيه مثلا انه بيحصل مره في الشهر او مرتين في الشهر، ويحصل مثلا في وضع معين لكن لما يغير الوضع يبقى كويس. مع تطور الحالة اللي مرة ومرتين في الشهر ده يبقى مرة في الأسبوع، وبعد كده يوصل انه يبقى كل مرة وفي كل الأوضاع. المرحلة الأخيرة ان المريض يقولك انا ما بيحصليش صلابة خالص، انا من الأول العضو من الأول الانتصاب والعضو رخو ما فيهوش اي صلابة. وبعد كده بنوصل بقى لمرحلة الفلاسيديتي والأتروفي، ان العضو بيبقى ضامر خالص وما فيهوش اي نوع من انواع حتى الانتفاخ الطبيعي او الصلابة. فالمرحلة اللي هو بيتكلم عليها ان هو بيكون الانتصاب قوي لكن لما بينام على ظهره الانتصاب بيضعف، دي ممكن تكون مرحلة من مراحل التسريب الوريدي بدرجات بسيطة. وفي المرحلة دي على فكرة بيكون قابل للعلاج وبنقدر نعالجه بسهولة بدون تدخل جراحي وبدون اي شيء. فمش صحيح ان مريض التسريب الوريدي هيعيش طول عمره عنده تسريب وريدي، ومش صحيح مريض التسريب الوريدي انه لازم يعمل دعامة. الحقيقة لا، احنا عندنا مئات وآلاف المرضى اللي كانوا بيشتكوا بدرجات متفاوتة من التسريب الوريدي، ونشكر ربنا وبتوفيق من ربنا قدرنا نعالجهم في دار الذكورة ببروتوكول محكم جدا بيصلح الموضوع وبيرجع الشخص يمارس حياته عادي بدون أدوية وبدون جراحة. ده ما يمنعش ان في شريحة قليلة بيحتاج تدخل جراحي في الآخر، لكن دول للأمانة لا يتعدوا 3% أو 4% من توتال المرضى اللي بيجونا بيعاني من التسريب الوريدي.